منطقة مرم خايل جايين في مطعم بيعمل شاورما اسمه دلش. وبهون صار هيك على الزاوية. هيدا هو. أبو محمد كيفك؟ يا حبيب قلبي. تمام؟ نور يا غالي. طمني عنك. والله رواق. كيف هالشاورما؟ ما بدي أحكي مع المي. إيه. الوضع الشاورما هي اللي بتحكي. طيب بدك تعمل لي ساندويش غير شكل. ابشر. ماشي. حول لعندي يا غالي. يلا فتنا. لك ابو محمد لخبرك شغله. انا على السوشيال ميديا ان كان على الفيسبوك على الانستغرام وعلى التيك توك عده ناس قالوا انه دلش غير شكل بالشاورما. مزبوط. فانا جاي من اخر الدنيا لهون لحتى شوف الشاورما الغير شكل. اكيد. شو حنبلش هلا؟ حنبلش شاورما دجاج بالمرقوق. اوكي. انت بتعمل الدجاج اجمالا بالمرقوق 100%. طيب بلشنا. توم اكسترا. كبيس. هاي اللدعة وجينا على التحميص. هاي اللي بسموها ضربة دلعنة. دلعنة. اوكي. مع ضربة دبس الرمان. يا سلام غير شكل. بلشنا هلا باللحمة. بقدونس وبصل. كبيس. كبيس مقطع او خيار؟ مقطع. اوكي. مع البندورة. ننسى شو طرطور. طرطور. لدع. ليش بتلدعها هونيك مش على طبع اللحمة؟ لأن هنيك ما في شبك. احكي لي الحكاية. لأن هنيك الشبك رايح. في الشبك رايح. طيب شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نعمل ساندويش الحلوب عبارة عن خبزة دونر. اوكي. بنقص أول شي الخبزة. اوكي. أول شي بنحمص الخبزة على الكريل. حطينا الخبزة بنرجع بنحط الجبنة على الكريل.
نشويها على الجريل. نشويها على الجريل. الحلوم بنحط فيها صوص البيستو. اوكي. مع الروكا والبندورة والنعناع. يلا. روكا. روكا. اللي حطيناه اول شيء صوص البيستو. اللي حطيناه صوص بيستو. اوكي. نرجع بنحط الروكا. ماشي. مع النعناع. نعناع. مع البندورة. بندورة. نرجع يا غوالي بنحط. حبيتها هاي يا غوالي هاي. نحط الحلوم. الحلوم. ذكرتني بهذا مش من شان شي من شان صحتكم يا غوالي يلا. وهلا هاي النتيجة حبايبي. يلا. يا سلام غير شكل. ليك أنا من عشاق الحلوم. هلا على القص. بعد القص شو؟ على الأكل. على الفرم. على الفرم. والله هيك. يا. أوكي. هيدي خبزة تورتية اللي عم نعملها. ايه اكيد. اوكي. خس بنحطه على الطلب نحنا بالجاج. خس على الطلب. اوكي. تورتية عنا الدعاء؟ اكيد اخر شيء من الدعاء. اوكي. كمان تورتية على الطلب. هاي الثلاثة تورتيا. ماشي. قلت لي بدك تعمل كفتة وسجق ما هيك؟ أكيد. مو أي كفتة وسجق.
الكتلة المطرية دغري عم تفرد. تعملهم من فوق ومن تحت او بس من تحت؟ ايه اكيد. اوكي هلا بس نرجع نقلبه. حطينا بالصغير مايونيز، كبيس، بندورة ودبس الرمان. اوكي نفس الشيء الكفتة. والكفتة نفس الشيء. شيء غير شكل، يعني اللي شفناه اليوم جوا الشغل شغل مرتب ونظافة مرتبة كمان. بدي منك بس تدلني على العنوان بالتفصيل نحن وين هلأ. مارم خايل معروفة بس الآن صرنا بمفرق صغير. اوكي نحن موجودين بمارم خايل شارع أرمينيا، حد جرابنجو ما بيضيع ابدا، حد 300 كمان. اوكي نحن دغري موجودين، نفتح كل يوم من الساعه 12 للساعه 1 بالليل. الله يعطيكم العافيه. غير شكل تحت حوالنا بالليل تحت حبيبي.